يلا بينا يا شباب، النهارده هنسمع الفصل ال 11 وال 12 من عقبه قبل ما نبدا درسنا الجديد ان شاء الله. تمام، اول سؤال هنبدا بفارس عشان يقعد ساكت. الحمد لله. لماذا فكر عقبه في بناء مدينه الطيران؟ لتكون عاصمة للدولة الإسلامية ومكانا يدوم فيها الدوله بتاعة أوروبية الاسلاميه في هذه المنطقة. لو ما قلتش في هذه المنطقه تبقى غلط. تمام، مكانا يدوم أمته والجيش وأسلحته، ومكانا آمنا يأوي إليه الجيش ويعسكر فيه، ومكانا يلتقي فيه المجاهدون برافو عليك. في الحرب وكده. اي تمام، اللي بعده عبد الله. دول يلا يا عبد الله، ما الاسم القديم للقيروان؟ قمونية، وما مميزات هذا المكان؟ مكان كثيف الأشجار، بعيد عن البحر، جيد التربة، طيب الهواء. برافو عليك. يلا يا مريم. مريم معانا، الصوت شغال معاه كويس ولا لأ؟ يس. يس، برافو. ماذا هجر الروم والبربر مكان الطيران قديما؟ لأنه مكان مليء بالسباع والأفاعي. برافو عليك. يلا يا فارس، بما أمر عقبة جنوده بعد أن وصل إلى قمونية؟ أن يطهروا مكان لكي يصبح من الأفاعي والعقارب، ولكي يصبح مكانا آمنا. برافو عليك. تمام، عبد الله، ما الذي أكده المؤرخون بشأن قمونية؟ أنه لم تدخلها أفاعي أو وحوش لمدة 40 سنة جميل. يلا يا مريم، ماذا أو فعل سباع. عقبة بعدما طهر المسلمون قمونية؟ ركز رمحه في هذا المكان وقال لجنوده هذا قيروانكم، فكانت العبارة هذه العبارة بتشير الانطلاق بتمهيد البناء يعني في الأرض. قد تمام، أرجو بنى إقامة مسجد يا مسجد. البناء عليه. برافو عليك. طيب يلا يا فارس، ما الذي بناه عقبة والمسلمون في القيروان؟ بنوا مسجد مسجد يا مس بنوا مسجد أنا أول اسمه قلت عقبة الجامع، ها الذي إيه؟ بنى مثلا المسجد الجامع الذي ما زال يحمل اسمه اليوم. برافو عليك. طيب وبنى المسلمون ايه كمان؟ بنى المسلمون يعني يبنوا لحد 5 سنوات لا، هم بنوا ايه كمان غير المسجد؟ ليه بيوتهم وكده. دورهم او بيوتهم. وكم سنة استغرقتها عملية البناء؟ 5. تمام. ايه ما سمعتش والله. 5، ايه المشكلة؟ يلا بقى يا عبد الله، في أي شيء قضى عقبة أيامه في القيروان؟ ايه بس في أي شيء قضى عقبة أيامه في القيروان؟ في اي شيء يعني في اعادة تنظيف في اعادة تنظيف الجيش وترتيبه الميمنة والميسرة والقلب، حتى اصبح الجيش على اهب الاستعداد للفتح. على هبة الاستعداد للفتح. دور مريم. يلا يا مريم، عم تحدث عقبة مع أولاده ليلة الفتح. حدث معهم عن الجهاد والاستشهاد وأوصاهم بما يجب أن يفعلوه بعد. فارس، إلى أين اتجه عقبة عقب حديثه مع أولاده؟ اتجه عقبة لا دي مش فاكرها. مس ماشي، عاد أقول أنا؟ يا عبد الله يلا. انا افتكرت اتجه إلى الموسيقى مدينة. الذئب. صح، برافو عليك يا فارس. اللي اسمها ايه بقى دلوقتي؟ القسطنطينية اليوم الجزائر. قسنطينة اليوم بالجزائر. تمام.
يلا يا عبد الله، من الذي استحلفها عقبة على مدينة القيروان؟ استخف على مدينة القيروان زهير بن قيس البلوي البلاوي، اسمه ايه بس؟ البلوي. البلوي في 5000 من الجندي. تمام. يلا يا مريم، كم سنة استبعد فيها عقبة من ميدان الجهاد؟ 7 سنوات. جميل. وما أثر ذلك على حماسة الجهاد؟ مين؟ تيمس؟ وما أثر ذلك على حماسة الجهاد؟ أنا؟ لا، مريم. ظل يعني متوقع للحماس لأنه خاض معارك في سبيل الله. تمام. أنس أو فارس؟ فارس. يلا يا فارس، فيما قضى عقبة معظم حياته؟ في تعليم الإسلام والجهاد ونشر الإسلام ونشر القواعد الإسلامية وتعليم البربر اللي هي اللغة العربية وكده كله بيها لا، القرآن. بص بقى، انت عندك هو قضى حياته في حاجتين، اما رائد ديني يعلم الناس شؤون دينهم، واما مجاهدا في سبيل الله. تمام. يفتح يا مس، المدن. بس بزود بس لا قولها لي كده، الحاجتين دول اهم حاجه تقولهم. يلا يا عبد الله، حمل ايه جنود المسلمون للعالم شمسا لا تغيب ابدا، فما هي؟ شمس الإسلام والقرآن والمسأ والمثل العالية والأخلاق الفضلة المسلم الفاضلة. والاخلاق الفاضله. يلا يا مريم، قارن بين حال البربر قبل الفتح الاسلامي وبعده. تمام. قبل الفتح الإسلامي كانوا بيعانوا من الظلم البيزنطي، وكانوا بيبيعوا أولادهم عشان يدفعوا الضرائب. بعد الفتح الإسلامي تحرروا وأصبحوا يعني متساويين في الحقوق والواجبات، تمام. وأعطى الفقير حقه وعوض الأجر عن سنوات الظلم. فارس، آخر سؤال، نعم. آخر سؤال، بما أوصى عقبة رجالي قبل فتح الباب؟ بما أصعب دي واحدة مس مش فاكرها أوي يعني. نسيت أوصاهم بأن عليك. يكونوا أشداء على أعدائهم رحماء بمن يسالمون وعلى ما يدل ذلك؟ على رحمة عقبة ورأفته. يلا يا عبد الله، قول ده بيدل على ايه؟ على ما يدل على عدالة الإسلام وحسن المعاملة والسماح ونفس العدل والعدل والعدالة والسلام. تمام. نس يلا بينا كده. ها، أول سؤال كان فارس هو اللي مجاوب آخر مرة. يلا يا عبد الله، كان البربر يبيعون نعم. أولادهم ليدفعوا الضرائب في ظل الحكم البيزنطي، صح ولا غلط؟ صفحة كاس.
79 79 279 سنة. لا بس كان البربر يبعون أولادهم ليدفعوا الضرائب في ظل الحكم. صح يا ناس. صح. يلا يا مريم. بس احنا المفروض نحل 278 صح؟ عشان حللناها بتقولوا لا ده انا كنا بنقولك الواجب. تمام، مش بعتها في الواجب. ماشي يا ايه مس، انت حضرتك يا مس، استنى يا عبد الله، انت حضرتك حليت معانا الصفحة دي بس ما ادتناش واجب على الدرس ده، ادتنا على اللي قبله. ما انا فاهمه، ما انا فاهمه، كنا واخدين فصلين فقلت كفايه عليكم عشان ما يبقاش كتير، وقلنا ناخد ده نحله مع بعض. طب يلا يلا يا عبد الله، ها تحدث عقبه، اقرا كده، قصدي يا مريم. ها أتحدث أغمى مع أولادي ليلة الفتح عن انتصارات وفتوحات الكثيرة. لا هذا تمام، عن الاستشهاد وال وحب الجهاد والجهاد. والجهاد والاستشهاد. يلا يا فارس. ماشي. الذئب لا تحدث أغمى مع أولادي ليلة الفتح قبل انتصارات دي قالتها وفتوحات خلاص الكثيرة. مريم، دي قالتها مريم. ها لا سرق بنت القلاده، علي قسطنطينية تقع بالعراق خطأ. هي اسمها قسنطينه فعلا بس موجوده فين؟ بالجزائر. الجزائر. بالجزائر. يلا يا عبد الله. استبعد عقبة من ميدان الجهاد 9 سنوات. يعني استبعد ازاي كان بعيد، كان بعيد عن يعني ما بقى الجزائر. ما ح... يعني ما حرفتش لمدة 7 سنوات 9 سنوات. يعني حارب 9 سنوات ورا بعضهم ولا كام؟ لا ما بقولك قعد من يعني الحرب ما قعد. حاربش عقبة. عقبة ما حاربش 9 سنوات ده صح؟ صح ولا غلط؟ خطأ. وما كانوا كام؟ وكام؟ كان لا كان 5 6 بس. لا 7. 7 سنوات. تمام تمام. يلا مريم. أصبح الأجير يأخذ حقه قبل أن يجف عرقه في ظل الحكم الإسلامي. صح. تمام يلا يا عبد الله، أقضى عقبة معظم حياته قصدي يا فارس. إما الجهاد وإما تعليم القرآن. ولا إما رائدا دينيا وإما مجاهدا في سبيل الله، تتكتب كده، إما رائدا دينيا أو مجاهدا في سبيل الله. أوصى عقبى رجاله قبل افتتاح الزئ، يعني قال لهم مس وصية ولا ايه؟ أوصاهم بأن يكون أشداء على أعدائهم. برافو برافو. أشداء. كتبنا تمام. يلا يا مريم. عمل المسلمون العالم شمس لا تغيب وهي الإسلام والقرآن. برافو عليك يا فارس. يلا يا فارس. تمام يا مس. لبس عنكم في يعيد تنظيم الجيش وترتيب ترتيب أو ترتيب
المسيرة والقلب، الميسرة والقلب والميمنة. يلا يا فارس، من الظاهر ظلم الروم للبربر ايه؟ أنا ماشي. من الظاهر ظلم الروم للبربر الحكم اسمه ده الضرائب الضرائب الكثيرة، كثرة الضرائب وأنهم وبركتها. كانوا يبيعون أولادهم ليدفعوا الضرائب المفروضة عليهم. تمام؟ مش ده المفروض ان هم البربر أزروا البربر؟ دول الروم. أول واحدة قولي كده مريم. كلنا نحرم ونعيش حقوقهم ونفرض عليهم الضرائب. دي تقريبا الناس تقريبا العرب. لا، بنحرم الأجراء. نحرم البربر، ده البربر الروم. الروم. يلا يا عبد، يلا يا فارس. ظللت متوقد الحماسة لخوض المعارك رغم استبعادي من ميدان الجهاد. أوبا، جميل، شاطرين خالص. هنقفل يلا وندخل تاني عشان ناخد الجزء التاني مع هيا نشجع مس بأخلاق يا مس، كريمة. هو نعم. ليه بنقفل؟ ايه؟ ليه بنقفل؟ عشان احنا الزوم، ممكن الحد عشان يبعت الزوم لو لينك، فصل بيقعد 10 دقايق انا ما بقيت. ممكن ابعت لينك بعد ما ده يخلص. طب ليه؟ ما احنا نقفل وندخل تاني عادي. يلا.